أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم إن الرب يبارككم والرب يحفظكم، آمين. هذا هو الجزء الثاني من مناقشة موضوع الأسرار العظيمة في عقل الله، طريقك للنجاح الأبدي والسعادة الأبدية. ونجيب سؤال من أحد المتابعين، نشكر صاحب هذا السؤال. تقول أختنا في هذا السؤال: هل ممكن عمل جلسات الضوء للتخلص من التكلف، أي التعب في الوجه، وفي تغيير لون البشرة إلى البياض والصفاء، أو للذين شعرهم فيه شيب أن يعود أسود أو يتحول الشعر انسيابي بدل المتجعد؟ هذه الأمور التي تتعلق حول الجمال. دعونا أولا أخواني وأخواتي نبدأ بالإجابة على هذا السؤال. الله هو الشباب المطلق، الله هو الجمال والصحة المطلقة. ليس هناك في الحقيقة المطلقة في حياتك، ليس هناك تجاعدات في الوجه، ليس هناك كبر، ليس هناك أساسا موت. عندما تعيشين الضوء أنت تكونين في مملكة الشباب والجمال والصحة الأبدية. وأيضا نقول عندما تعيش أنت الضوء أنت تكون في مملكة الشباب والجمال والصحة الأبدية. تضعين يديك على وجهك هكذا لها باستمرار، وعلى الرقبة وخلف الرأس وهذه الجهة، وتقولين: ضوء الله يخترق وجهي وكل خلية من خلايا وجهي وجسمي. تقولين: أنا ضوء الله، أنا جمال الله، وتبنين الصور، وإن وجهك هو ضوء الله عندما تقولين هذه الصلاة العلمية. تأخذين حمام، هذا مهم جدا جدا. الماء 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 فيه طاقة صحية عظيمة، وأنت تأخذين حمام ممكن أن تمزجي مع الشامبو والصابون والماء الملح، يكون كصابون ملحي، والملح يكون نوعية جيدة جدا مثل ملح البحر. وأنت تأخذين حمام تقولين: صحتي من صحة الله، وتبنين صور إن صحتك هي من صحة الله. تقولين: كل خلية من خلايا جسمي فيها قوة وصحة وجمال الله. زيت الزيتون يجب أن يكون نوعية جيدة جدا، تضعيها على وجهك، فهذه المادة العظيمة زيت الزيتون تزيل كل الطاقة السلبية. وتقولين أثناء وضعك زيت الزيتون على وجهك تقولين: ضوء الله يغطيني، جمالي من جمال الله، صحتي من صحة الله. النار، تأتين بشمعة وتقربيها على وجهك إلى أن تشعري بحرارتها، وتقولين: ضوء الله يسحب كل الطاقات السلبية، كل التجاعيد، كل المخاوف، كل الانفعالات السلبية من وجهي ومن جسمي. تبنين صور وأنت تقولين هذا، تبنين صور وترين كل التجاعيد، كل الكبر في العمر، وكل الانفعالات السلبية تسحبها نار الشمعة، وتبنين صور وأنت مغطاة بضوء الله، تبنين صور وأنت في قمة الجمال والصحة والرشاقة والفرح. كرات الكريستال، لو تستطيعين أن تأتين تجلبين تشترين
نوعية جيدة ليست مزيفة. تباركيها أولا، هذا مهم. تحتاج هذه الكرات التنقية. تقولين أباركك أيتها الكرات، تنقيها بالصلاة. أبارك ضوءك وأبارك نقاؤك، وتقولين نزال منك أي طاقة سلبية، وأنت الآن منقات بضوء الله. تضعيها حول وجهك باستمرار وتركزين عليها وترين، أي تبنين صور، أن كل الطاقة السلبية مثل التفكير السلبي، الكبر في العمر، المخاوف، تزال من حياتك. التمشي في الحدائق شيء عظيم جدا جدا. تتمشين في الحدائق باستمرار وتباركين الأشجار والورود، تباركين الطبيعة، وترين الأشجار والورود تسحب منك كل الطاقة السلبية وتتغطين بمحبة وجمال وصحة الله. الضحك مهم جدا جدا جدا. اضحك واضحكي كثيرا، حتى لو لا تريد أن تضحك اضحك، مهم جدا جدا الضحك. إضافة إخواني وأخواتي إلى جلسات الاسترخاء الموجودة في قناتنا وتطبيق الصلاة العلمية باستمرار، دعونا الآن نبدأ الحلقة. نقول نحن لدينا أخواني وأخواتي نوعين من الوعي أو من التفكير، التفكير الأحادي أو الوعي الأحادي، والوعي أو التفكير الانفصالي. التفكير الانفصالي أو الوعي الانفصالي هو الوعي الزمني، التفكير المادي. فأنت هنا في التفكير الانفصالي، في التفكير المادي، أنت هنا تستخدم الحواس الخمسة لكي تعيش في هذا العالم، نقصد العالم المادي. فقياساتك وحساباتك واعتقاداتك وأفكارك تكون معتمدة على هذه الحواس بالقياسات والحسابات، أنت تعتمد على حواسك الخمسة. عندما أسألك أقول لك هل أنت رجل أو امرأة، في التفكير الانفصالي تقول أنا رجل، اعتمادا على المقاييس التي أنت اعتقدت بها. أو تقولين، لو أسألك أنت سيدة تقولين أنا سيدة. لماذا أجبت هذا الجواب؟ لأنك اعتمدت على المقاييس التي أنت اعتقدت وآمنت بها. هنا تأتي مع هذه الحسابات المادية والمقاييس المادية، تأتي إخواني وأخواتي جميع الظروف السلبية والعواطف السلبية والمشاعر السلبية معا، أنت تعيشها لأنك تفكر انفصاليا. سؤال: لماذا نحن نتكلم اللغة العربية؟ ما هو السبب؟ الجواب: لأننا نشأنا في الحضارة التي تعلمنا فيها اللغة العربية. لو تأتي بشخص صيني وتتحدث معه هذه اللغة فهو لا يستطيع أن يفهم ما تقوله. سؤال آخر: هل أنت في يوم من الأيام شاهدت في اليوتيوب أغاني فلبينية أو فيلم كوميدي فلبيني؟ لا أعتقد، وأنا كذلك. لماذا لم تشاهد فيلم كوميدي فلبيني؟ لأنه، الجواب، لأنه خارج عن أحاسيسك ومشاعرك وتجاربك، وبالتالي أنت تنظر إلى الفيلم الكوميدي الفلبيني كشيء غريب. كذلك التفكير المادي أو الانفصالي، فهو هذا التفكير المادي أو الانفصالي هو عالمك الذي أنت تعتقد أنه صحيح، إيمان، اعتقاد.
لكن هذا العالم المادي، التفكير الانفصالي الذي تعيشه، يفصلك، يعزلك عن الحقيقة المطلقة بدون أن تشعر. دعونا نوضح أيضا في مثال. هناك في الأكوان الغير المحدودة التي نعيشها، هناك تريليونات وتريليونات من الكائنات البشرية. نعم، تريليونات، أكثر من تريليونات من الكائنات البشرية في أعماق الكون، في كواكب شبيهة إلى كوكب الأرض، تعيش بحضارات متنوعة، منها حضارات بدائية، منها حضارات متقدمة، ومنها حضارات تكون مشابهة لحضارتنا. لكن في العالم المادي، في الفكر الانفصالي، أنت لا تشعر بها، لا تراها، بل ربما لا تؤمن بها. التفكير الانفصالي، وبسببه خاض الإنسان الحروب ضد أخوها الإنسان، وعانت البشرية الأمراض النفسية والعاطفية والجسمية والصراعات الدينية والاجتماعية. لحد الآن هناك بشر من طوائف دينية يكفرون ناس آخرين، يعتبرون أن دينهم هو صح والبقية على كفر، أو البقية أديانهم غير صحيحة. هناك قسم من العلمانيين، ليس الكل، قسم يعتبرون الإنسان المتدين مصاب بالجهل والتطرف. قسم من الأثرياء والفلاسفة والمفكرين والعلماء، قسم يعتبرون أنفسهم أنه الله فضلهم على بقية الناس. من أين أتت هذه الاعتقادات؟ أتت هذه الاعتقادات بسبب الانفصال، الترددات الضيقة. مرة أخرى نكرر ونقول، الترددات الضيقة أنت تعيشها لأنك تعتقد بصحتها. ولهذا نرى يؤمن الإنسان بالفقر أكثر مما يؤمن بالثراء. يؤمن الإنسان، هذا في الفكر الانفصالي، يؤمن الإنسان أن عليه أن ينافس ويقاسي ويعمل بجهد شديد، وإلا لا يستطيع أن يعيش في الحياة الأرضية، فعليه أن يراوغ وأن يتفنن في المراوغة إلى أقصى درجات المراوغة من أجل حماية نفسه. هذا الوعي الانفصالي. في الوعي الاتحادي يختلف اختلافا كليا. الوعي الاتحادي اخواني واخواتي هو اعلان الانسان، اعلان، اعتراف، اعلان الانسان، اعتراف الانسان، رجوعه او تصحيح مساره من الوهم الى الحقيقة المطلقة. انت تعيش في الوعي الاتحادي، انت تعيش في مملكة الله، في عقل الله، في روح الله، في حب الله، في فكر وذات الله. أنت ترتفع من الوعي المادي. الوعي المادي، يجب أن نعرف، الوعي المادي هو دائما خليط من المشاعر السلبية والإيجابية. أنت ترتفع من هذا الخليط، ترتفع إلى الوعي الإلهي، والذي هو الوعي الأبدي والأزلي الإيجابي المطلق، الحر والخالي من كل سلبية. الارتفاع إلى الوعي الإلهي هنا لا يحدث خلال ثواني، بحيث مباشرة تقول أنا أعيش الوعي الإلهي، انظروا أنا ضوء الله، لا يحدث هكذا، وإنما يحتاج فهم، يحتاج تطبيق، يحتاج اكتساب خبرة في الوعي الإلهي. تفهم الوعي الإلهي أكثر، تدخل في تطبيقات جلسات الاتحاد، جلسات الضوء. في الوعي الإلهي أنت تكون نقي تماما، أنت روح الله، أنت فكر الله، أنت حب الله، أنت جمال الله. تتنقى من أنك أنت الرجل أو المرأة، غير موجود في ضوء الله، أنت ضوء، أنت لست الذكر ولست الأنثى.
تتنقى تماما من انك كبير او صغير، تتنقى من انك فقير او غني، تتنقى من الامراض، تتنقى من الفقر، تتنقى من كل الانفعالات السلبيه تماما. والارتفاع لا يحدث لنفسك فقط عندما تعيش الوعي الالهي، لا يحدث هذا فقط لنفسك، انت ترتفع وتاخذ معك كل المجتمعات البشريه. ماذا نقصد؟ بمعنى انت ترى الضوء والحريه والمحبه والصحه الغير محدوده والفرح الغير محدود والسعاده في وعيك وكذلك في وعي المجتمعات البشريه، لانكم الان انتم كون واحد، رب واحد، مصير واحد. ترى الاقتصاد العالمي في أتم الاستقرار، ترى السلام في كل مكان، ترى الصحة والحياة الأبدية في كل البشر، ترى الهدوء في كل المجتمعات، ترى الحب بين كل الطوائف البشرية. مرة أخرى نريد أن نكرر ونقول، لأنه وببساطة شديدة أنت ترى الضوء الإلهي في الوعي البشري، بمعنى أنت ترى الأبدية، ترى الكمال المطلق، ترى الحب المطلق في كل الناس. بمعنى آخر، لا يبقى شرير، لا يبقى كبير في العمر أو صغير في العمر، لا يبقى مريض في وعيك، لا ترى هذا الشيء. أنت لا ترى الشر، لا ترى الكبر في العمر، لا ترى المخاوف، لا ترى الموت. بمعنى آخر أيضا، أنت لا ترى الوعي المادي. وبمعنى آخر، دعونا ندخل في عمق، أنت لا ترى الزمن والمسافة، أنت بدون زمن ومسافة. هكذا. وأنا أخواني وأخواتي الأعزاء، أنا أعرف جيدا أن هذا الأمر صعب جدا جدا في أن تعيش في هذا النوع الجديد من الحياة أو من الوعي، لكنها حياة عظيمة تستحق المجازفة. فبالتطبيقات المستمرة وبالجلسات وبالإيمان بالله وبنفسك، أنت تعيش هذا الوعي الذي هو حقيقتك. تنهض صباحا وتقول، أنا أسعد إنسان في الوجود. هكذا، أنا أجمل إنسان في الوجود، أتنفس ضوء الله، أتنفس حياة الله، أنا أقوى إنسان في الوجود، أنا الحكمة، أنا الشجاعة، أنا الهدوء. كيف ترى بيتك؟ وماذا ترى في بيتك؟ وماذا ترى خارج بيتك؟ ترى ضوء الله، بيتك ضوء الله، أنت ضوء الله، ترى الحب في بيتك، ترى ملائكة يتمشون خارج وداخل بيتك، ترى غزلان وطيور ذهبية خارج بيتك هنا وهناك، ترى أقرباؤك الذين رحلوا من كوكب الأرض جالسين معك في البيت وأنت تتحدث معهم. نكرر مرة أخرى، نقول، ينتهي الزمن، تنتهي المسافة، تسافر آنيا إلى أي كون أو أي كوكب آخر، ترى جسمك ضوء، حياتك ضوء، أفكارك ضوء، مدينتك ضوء، الأرض كلها تشع ضوءا، بمعنى أن الأرض كلها تصبح مكان إلهي، لأنه يختفي أو تزال منها، تزال من الأرض، يزال من وعيك الزمن والمسافة. لا ترى الليل ولا النهار، لا ترى الفصول الأربعة، لا ترى الفقر، لا ترى الحزن، لا ترى الخوف، لا ترى القلق، لا ترى الموت، كلها انتهت، ماتت، أنت الآن في الوعي الإلهي. نريد أن نقول شيء مهم هنا، أثناء تغيير وعيك، أي عندما تعمل شيفت وتعيش الوعي الإلهي، نرى الوعي المادي يتدخل كثيرا كثيرا. يريد الوعي المادي، الوعي الانفصالي، أن ينزلك، يسحبك إلى الأسفل، يقول لك، يتكلم معك، يثيرك، يقول لك هذا غير صحيح، هذا وهم، انظر الشعب الفلاني ومعاناة الشعب الفلاني، انظر وضعك، انظر ظروفك، انظر حالك، يجب أن تكون واقعي.
هذه هي أفكار الوعي الانفصالي. ولكن أريد أيضا أن أقول شيء في غاية الأهمية، إن الذي يقول لك هذه الأفكار السلبية، الذي يحاورك، فهذا لست أنت الحقيقي، وإنما هذه هي برمجتك الأوتوماتيكية المخزونة في العقل الباطن. هكذا، هذه برمجتك الأوتوماتيكية المخزونة في العقل الباطن، تأتي أو تصعد أو ترتفع إلى عقلك الواعي، وعقلك الواعي يقوم بترجمة هذه الأفكار. وهناك أيضا من جهة أخرى الكائنات الشيطانية، نعم الكائنات الشيطانية تساهم أيضا في إثارة الفكر السلبي المادي. الأفكار السلبية تأتي إليك على شكل أنواع ومستويات مختلفة. تقول لك أمثلة، تقول لك أنت لا تستطيع أن تشفى من هذا المرض، أنت لا تستطيع أن تسافر، أنت وضعك المادي لا تستطيع أن تحسنه أو تطوره. تقول لك الشخص الفلاني تكلم ضدك ويجب أن ترد عليه. تقول لك الأفكار السلبية اسرع اسرع اليوم، اسرع اليوم فلديك هذه المقابلة ويجب أن تسرع. الأفكار السلبية تقول لك أنت كبير في العمر، أنت سوف تموت، الناس لا يحبوك. الأفكار السلبية تقول لك أنت امرأة والرجال لا يحبوك، أو أنت رجل وأنت غير مرغوب فيك. هذه أوهام الوعي الانفصالي، كلها أوهام، كلها أكاذيب. ولهذا نقول إخواني وأخواتي، عندما تأتيكم الأفكار السلبية تقولون هذا ليس أنا، هذه ليست حقيقتي، هكذا تقول بثقة وبإصرار وبإيمان كامل، تقول هذا ليس أنا، هذه ليست حقيقتي، أنا الجمال، أنا الحب، أنا الهدوء، أنا الفرح العظيم، أنا القوة العظيمة. نريد أن نضيف شيء حول الوعي المادي، الوعي الانفصالي. الوعي الانفصالي مخترع لعبة الأديان. يقوم الوعي الانفصالي بالتحريض دين ضد دين، بالتحريض فلسفة ضد فلسفة. الوعي المادي مخترع الطمع والجشع، فبسبب الطمع والجشع دخلت البشرية في ارتكاب مجازر ارتكبت ضد البشر. بشر يقتلون بشر آخرين بسبب الطمع، وأصبح لدينا شخص ثري وشخص آخر فقير، شخص مريض وشخص غير مريض، وشخص قلق والآخر محتار والآخر خائف والآخر متوتر. كثير كثير من الحالات والانفعالات السلبية التي تلف البشر، وكلها وكما قلنا وهم في وهم. فأنت هنا ترتفع من هذه الأوهام بتغيير الوعي، بمعرفة وإحساس وشعور، بمعرفة وإحساس وشعور أنك الأبدية المطلقة، أنت الصحة المطلقة، أنت الجمال المطلق، وكل البشرية هم إخوانك، لأنهم هم الضوء نفسه الذي أنت أتيت منه. لا ترى الزمن كحقيقة، بمعنى ليس هناك ساعات ودقائق في عقل الله وفيك أيضا. تزيل نهائيا مسائل العقاب الإلهي ويوم القيامة من وعيك، تزيلها كلها، لأنك أنت الآن الضوء، الضوء ليس فيه يوم قيامة. تزيل من وعيك أنك تموت أو أنت تتمرض أو أنت خائف أو أنت محتاج أو أنت فقير أو أنت تعبان. نكرر ونكرر ونكرر، لأنك أنت الضوء الآن، باستمرار تقول أنا ضوء الله، بفرح وبإيمان وبثقة، هكذا أنا ضوء الله، أنا عقل الله، أنا جمال الله، أنا هدوء الله، أنا الكون، أنا الكون. تكرر أنا الكون، أنا الكون، أنا الكون. أي هدف تريد أن تحققه لأنك الضوء فأنت أساسا هناك، تعيش الهدف وهو متحقق، تعيش الرضا،
تعيش مسامحة النفس، هذا أهم شيء. عندما تكون الضوء تسامح نفسك، تعيش الحب لنفسك ولكل شيء في الكون، تعيش الفرح، لأنه أساسا أنت الآن أنت الفرح، تقول أنا الفرح. تعيش الثقة المطلقة بالنفس أيضا، لأنه أساسا أنت الثقة المطلقة بالنفس. تستمر تردد وتطبق الصلاة العلمية التالية، تقول ما أجملني، ما أقواني، أليس هذا رائعا أنني أجمل إنسان في الوجود؟ أليس هذا رائعا أنني الفرح والصحة العظيمة؟ وتعيش هذا وأنت الصحة العظيمة وأنت الفرح العظيم. ترى ضوء الله في يديك، في وجهك، في عظامك، في قلبك. لا ترى قلبك قلب واحد، هذا خطأ عظيم. ترى قلبك ثلاث قلوب، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، لأنك ضوء. الضوء يبني أي شيء يريده، نركز على هذا الكلام. الضوء يبني أي شيء يريده، الضوء غير محدد بالمحددات المادية. فتقول أبارك قلوبي، تضع يدك هكذا، أبارك قلبي هذا، وأبارك قلبي هذا، وأبارك قلبي هذا، أبارك قلوبي، أبارك ضوئي، أبارك قوتي، أبارك إلهي، أبارك كوني، أبارك حياتي، أبارك شبابي، أبارك أنفاسي. تقول أبارك خلودي. تعيش وتنطق هذه البركات، إنها حقيقتك لأنك الضوء. تعيش المعجزات لأنها حقيقتك. تعيش وأنت في أعماق الكون، خالي من أي شيء أو ظرف أو طاقة سلبية، لأنك وكما قلنا أنت الآن الضوء، أنت الكون، أنت الإيجابية المطلقة، غير محدد بأي ظرف أو مفهوم أو عقيدة سلبية، أنت الأبدية والنجاح المطلق. نشكركم أخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة. نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم، ونراكم في الحلقات والبرامج القادمة.